لكن انتم اليوم كفنانين كبار مثل اسم كبير مثل عبد الله رويش، هل ممكن تسوي مثل خطوه شاهد الخليج في ذاك الوقت انك تتبنى مشروع كذي حتى لو من غير مسابقات ومن غير اعلام، والله تبحث عن مواهب وتدعمها؟ الان قاعدين نفكر في الموضوع هذا جذري، يعني انا واخوي احمد دوغجي قاعدين نفكر في هذا الموضوع، فان شاء الله يكون في نصيب انه يكون مواهب، وخاصه بالكويت. بالكويت فيه كويت ولادة بالمواهب وايد بكل المجالات، بكل المجالات بدون استثناء، يعني وخاصة الفن. تلاقي أصواتهم حلوة بس يخاف يعني يقولك والله ها أطلع أمثل ولا أطلع أغني ولا بس الجانب الاجتماعي تقصد؟ طبعا يخاف من الحرج الاجتماعي، هلا ما يرضون، ولكن الآن صار فيه توجه شوي بسيط، فصار الحين تشوف المسلسلات ما شاء الله الكويت طاقية على 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 المسلسلات اللي موجودة. إذن الحين رويشد والدوغتشي قاعد يحضرون لعمل بحث عن مواهب بإذن الله. هذا تصريح وإعلام منك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.